اما اسيرونس تاكد مره اخرى التزامها بالقيم الاقتصاد التضامن الاجتماعي. حبينا الانفتاح على المحيط نتاعنا من اجل ان نخدم اهداف الاقتصاد التضامن الاجتماعي، وهي ان نجعل الانسان المنطلق والنهايه. في هذا الاطار نظمنا الهاكاثون هذا ميتوال اك باش نعطيو فرصه للشباب تاع تونس باش يقدموا افكار مشاريع في المجال حماية المحيط، في مجال التربية والتعليم، وفي مجال المرأة الريفية. الحقيقة فرحانين برشا بهاللونغومون اللي صار، بأنه التوانسة الكل باش ينتفعوا بأفكار ربما تغير ولو بجزء بسيط من واقع في القطاعات هذه، لكن بمبادرات خاصة من شبابنا وشاباتنا اللي بينوا أنهم عندهم أفكار. الحقيقة أمل كبير فيهم، طاقات كبيرة وشعور بالمسؤولية وشعور بالالتزام بالمبادئ الإنسانية من أجل أنهم يلقوا حلول لبلادنا ويساهموا في تطوير بلادنا إن شاء الله. السلام، انا ايهم عربي، ديفلوبر بلوكتشين في بروجي ساينتيرا. دونك بروجي ساينتيرا تو سامبلومون كان سيستيم بازي على البلوكتشين، وين حبينا نمشيو في الديجيتاليزاسيون نتاع البروسيس نتاع الاسيورونس. كيف كيف خدمنا على لي ميكرو اسيورونس، دونك وين كان الايم على العباد اللي عندهم اقل فلوس بالطبيعه باش نخلقوا شويه ايكواليتي بالنسبه لي فام غوغال كايكزومبل. زيد حاولنا نقاوموا شويه الفخود اللي قاعده تصير ونقصوا من الويست نتاع البابيي. هذا كل في بلاتفورم واحده يمكن باش تتباع في بزنس موديل سو فورم دو ساس. تو سامبلومون البلاتفورم هذه باش تتباع كيلك سوا لي اسيغونس وكا بلون دو سكالابيليتي بالنسبه لاي اي ترافاي دو بيرو يستعملوا دي بابيي ويحبوا ينقصوا من الكونسوماسيون نتاعهم. دونك البروجي هذا حبينا نكملوا فيه اكثر في تخدم كديبي مع لي ام او، ومن بعد كا بلون دو سكالابيليتي باش نخدموا على لي اسيغونس في تونس الكل، وزاد على اي ترافاي دو بيرو اي عباد تستحق ترافاي دو بيرو باش ينقصوا من الكونسوماسيون نتاع لي بابيي. وميرسي بور فوتر اتونسيون. اليوم الميتويال اك نتاع لاما اسيرونس كان فرصه باش تعرفنا على برشا بروجيات، بروجيات الحقيقه وليدات محلاهم دي ستوديون عطاونا دي زيتي فريمون انوفونت. اون ا بو لهنا اون ا بو افوار معناتها لي دي بري لي بروميي بري دوزيام بري تروازيام بري. اون ا يو ميم دي كود كور نتاع جوري، كانت عندنا دي ريزولتا زاد كيف كيف افكار معناتها ناجحه ان شاء الله تكون في المجال نتاع المرأة الريفية في الانكلوزيون نتاع لا فام روغال. كيف كيف زاد كانوا عندنا مشاريع في البيئة، كانت عندنا زاد مشاريع في الادوكاسيون. الحقيقة احنا فرحانين ياسر بالزيتيديون هذوما بالكاليتي نتاع الافكار نتاعهم وبالابداعات والانوفاسيون نتاعهم. ان شاء الله نشوفوا افكار اخرى جديدة نجموا نقدموها لتونس، وتنجم لما اسيرونس تعطيهم زاد الفرصة اللي هما ينجحوا في ليزيديسيون الجايين ان شاء الله نتاع الميتويال اكت.